عشان ما عندناش الحقوق طبعا بتاعت المباراه النهارده. الاهلي لعب تيكي تاكا نموذج، عدد تمريرات يمكن من الدقيقه 44 في الشوط الاول لحد الدقيقه 46 محتفظ بالكره، لمسات وصلت لحوالي 38 39. ما عندناش الحقوق بس عندنا لقطات قريبه جدا جدا او شبهها بالظبط حصلت في الدوري المصري. عندنا سمير اللي ما شافش اللقاء النهارده او ما شافش يفتكر هو ده اللي حصل بالظبط، اللي حصل في النجم اللبناني هو نفس اللي حصل ده بالظبط. خلي بالك مع اختلاف الملعب كمان وقوة المنافس. قوة المنافس. خلي بالك النهارده الحكم في نهاية الشوط زي ما انت بتتكلم يا كابتن سيد، كانت في الدقيقة حوالي 43 والاهلي فضل مستحوذ ويدور الكورة من اليمين للشمال، لما الحكم نفسه في الاخر زهق راح مصفر بنهاية الشوط الاولاني. وقلنا نكمل لعد الشوط الثاني. كان قاعد يعدلنا، انت عديت حاجة 40؟ انت عديت حاجة، عديت عدد كبير جدا من التمريرات. فاللي ما شافش اللقاء النهارده نفس تقريبا عدد التمريرات بنفس الطريقه. الكره دي انا فاكرها، الكره دي هتنتهي كانت هتيجي جول. الكره دي لا صدق او لا تصدق. دي كانت مره، الثانيه برضو كانت في السوبر. اللي حصل النهارده في النجم اللبناني هو نفس اللي حصل في المباراتين دول. ما قلنا ده اللي بيميز النادي الاهلي، حته الاستحواذ، انك دايما تستحوذ والكوره تبقى في رجلك، تقعد تدور الكوره يمين وشمال. امكانيات هو ده اللي بيخلق الفرص. خلي بالك عشان تقدر يعني تلاقي الاستحواذ ده لازم دايما اللعيبه تتحرك، يعني ما ينفعش تبقى دايما في حاله ثبات عشان تستحوذ على الكوره، لازم تلاقي في حركه مستمره وتغيير اماكن عشان تقدر الكوره تفضل في رجليك كده بالدقيقتين والثلاث دقايق. طيب كمل بقى لحد ما تخلص. كده وعدنا كده مش هتخلص. هي مش هتخلص. لا هتخلص. بيعجبني اهلاويتكم قوي، يعني بتحبوا مش هتخلص الكوره. والحقيقه ايه غير مطر؟ باصي كده هي نازله عليه بس مش واصله لنا. انت بتلاقي خلي بالك برشلونه هي الفرقه الوحيده اللي في العالم ممكن تعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده، انها عندها المقدره انها الكره ممكن تقعد بثلاث اربع دقائق واستحواذ ونقل. اوكي لو المباراه ما نزلتش على اليوتيوب ولو انت ما لحقتهاش كان عندك شغل ولا حاجه ولا راي المرحوم محمود بكر الله يرحمه كنت بتشرب شاي ولا ما كنتش موجود في البيت، اتفرج على الملعب الاهلي والاستوديو التحليل الاهلي وشوف اللقطتين دول، هم ما بعدوش كتير، هم تقريبا نفس اللي حصل في اللقطتين دول تقريبا، هو سيطره الاهلي على مجريات